أنا بتاع الإيجار كل شهر لما بتأخر بتقفل الباب بقفل تاني. نفسي كنت في شقة لينا حتى لو أنا أخد منها أوضة وأجوز ابني الأوضة وصالة عشان ابني نفسه يفرح. عندك ولاد قد إيه؟ عندي محمد خاطب بقى له سنتين. محمد إيه؟ خاطب بقى له سنة. أنا جاية ما شاء الله وصابرين ومعايا بنت مخطوبة تاني. ودي بنت حضرتك برضه صح؟ وفي واحدة تاني مخطوبة. ما شاء الله ربنا يخليك. ايه بقى الظروف اللي هي احكي لي اللي حصل؟ اللي راح احكي لك ان هو انا كان عليا فلوس ومحدش قادر اسدها، فالناس دلوني على جريده اليوم السابع ونزلت لنا الاستاذه صفاء، والحمد لله تاني يوم لقينا الدكتوره رندا بتتصل بينا وبتقول سياده الرئيس هيسد الفلوس اللي عليكم، وفي نفس اليوم اتصل بينا الاستاذ مجدي رئيس المؤسسه والاستاذ احمد جالنا البيت وعرف المبلغ اللي علينا والحمد لله سدوه لنا، وشكر لربنا وليهم كلهم جميعا. الحمد لله. انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه لما تطلع؟ انا نفسي في ايه؟ والله نفسي نعيش عيشه كويسه واشوف شقه تلميني انا وجوزي وعيالي ويعني الحمد لله على كل حال. عندك ولاد قد ايه؟ عندي اتنين. عندك اتنين. ربنا يخليهم لك. كان محكوم عليها 30 سنه انا وجوزي. انا طلعت وجوزي لسه ما طلعش. وبشكر السيد الرئيس فتاح السيسي ان هو فكر في الغريمات وفكر في الناس الغلابه اللي داخل السجون، وبشكر جميع الناس اللي ساعدونا الاستاذ مجدي والاستاذ اشرف والناس كلها وربنا يبارك لهم. اشكر السيد الرئيس، ربنا يطول في عمره يا رب، ودايما دايما ربنا يقف جنبه ويحميه ويحفظه. وبشكر الاستاذ مجدي والاستاذه رندا والاستاذ محمود، صراحه لما عرفوا اللي انا فيه جم استعنوا وجم سدوا الدين اللي عليا، بس اتمنى ان انا جوزي برضه يسد الدين اللي عليه. ونفسي اقعد في شقه، انا 8 افراد قاعده في اوضه 8 افراد وفيهم بنت مريضه برضو بالكبد وجوزي مريض بالكبد ومعوق، بس انا نفسي اطلب بس حاجه واحده، نفسي في شقه. بناتي يقولوا نفسي نقعد في شقه يا ماما، احنا قاعدين في اوضه فيها حمام شرك، بس اتمنى ان ربنا ان شاء الله يقف جنبي ويشوف لي شقه، وربنا يبارك في سياده الرئيس ويبارك فيكم ونشكر ان شاء الله. ربنا يبارك لكم ويرضيكم ويكفيكم شر المرض يا رب، ويحميك يا سياده الرئيس يا رب، ربنا يحميك ودايما معاك ودايما ساندينك، وان شاء الله طالما بتعمل خير ان شاء الله ربنا هيقف جنبك وهيساندك اكتر كمان باذن الله. وبشكر الاستاذه رندا والاستاذ مجدي والاستاذ محمود وكل اي حد انا مش حافظه اسمه بشكره، وربنا يطول في عمرهم يا رب ويكفيهم شر البلاوي يا رب، ربنا يكفيهم شر البلاوي يا رب. ربنا يرضيك يا رب، الله يرضيك في الدنيا وفي الآخرة، الله يرضيك في الدنيا.